طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع شرفت المدينة مرحبا يا خير دار طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا أنت شمس وأنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور طلع شكر وعافية.
دائماً من كل دار ورا لعنا سديا واصلي قبل أيام يرى تكفو فهمتا وما لي قلبي كائن قلت استفق يا هيمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومنقرم لولا الهوى لم تريق دمعا على طلالي ولا أرقت لذكر الباري والعالمين فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت به عليك عدو للدمع والسقم عادتك حالي يا لا سري بمستتيري عن الوشاة ولا تائب منحاسمي محلتني النصح لا كلست أسمعه إن المحب عني عذالي في صمامي إني اتهمت نصي الشيب في عذالي والشيب أبعد في نصح عني تهمي
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل بالحرم طهر رسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندى حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم للخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعلت من جهلها بنبي الشيب والهرم جل مولاي صل وسلم دائما أبدا ولا أعدت من الفل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أبطره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم بل لي برد جماح من غبايتها كما يرد جماح الخير باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاضي شهوة ناهم والنفس كالطفل إن تهمله شبع على حب رضاعي وإن تفطمه ينفطم فاصرف هوى حاب عاذر أن تبليه إن الهوى ما تبل لا يصمي أو يصمي وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت الفرع فلا توسمي كم حسنت لذة عن للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسم واخشى التسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفدع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح حمية الندم وخالف النفس بشيطان بعسيهما وإنهما محلا النصحف الداهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي عقمي أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم
أصلي سوى فرض ولم أصمي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي صلي على من حل بالحرم طه رسول الذي قد خص بالكرم. يا ربي آت المنى بحق سيدنا محرد صاحب الآيات والحكم. يا رب سيدنا خير الورى سندا أسل مقاصدنا بالجود والكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك كلهم. ظلمت سنة من أحيا الله لا ما إله أن اشتقت قدما كل رم ورم وشد من ساغبي أحشاءه وطبا تحت الحجارتك شحم طرف الآدمي وراودته الجبال الشم من ذهبي عن نفسه فأرى أيما شممي وأكدت زهده في ضرورته. إن الضرورة لا تعدو على العصم. وكيف تدعو إلى دنيا ضرورة مال لولاه لم تخرجي دنيا من الآدم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبيون الآمرون ناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحب من غير منفصم. فق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس. غرفة من البحر أو رشفة من الديم. وواقفون لديه عند حديهم
نقطة العلم أو من شكلة الحكام. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيب بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن في غير منقسم نعم ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب الى ذاته ما شئت من شرفي وانسب الى قدره ما شئت من علمه فان فضل رسول الله ليس له حد فيعلي بعد هنا طيق بفمه لو نسبت قدره آياته علما أحيا اسمه حين يدعى دار سليمه لم يمتحنا بما تعي العقول به إرسان علينا فلم نرتب ولم نهم أغيى الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير مفاحم الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في دنيا حقيقته قوم نيام تسألوا عنه بالعلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر أنه خير خلق الله كلهم صل مولاي صلي وسالم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية رسل الكرام بها فإن ما اتصل من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرنا أنبرها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي إن زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متزم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأن اللؤلؤ المكنون في صدفه من معدن أي منطق منه هو مبتسم لا طيبا يعدل ترب الله ما أعظمه طوبى لمنتسم
عاشقي إن هو ملتزمي يا ربي بالمصطفى بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل بالحرم طهر رسول الذي قد قصى بالكرم يا ربي آت المنى في حق سيدنا محمد صاحب آيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حسب المقاصدنا ذي الجود والكرم شل مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اتلي دعوته الاشجار ساجدة تمشي اليه على سقيم بلا قدم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابانا مولده القي بانسوره يا طيب مبتدئ من هو مختتم يوم تفرس في الفرس انهم قد انذروا بحلو بالبؤس والنقم فبات ايوانك فهو منصدر كجمل اصحابك غير ملتئم والنار خامدة الانفاس من نسف عليه والنهر صار العين من صدم والجن تخطف بالانوار ساطعه والحق يظهر من عنوان كريم هم وسم فاعلان البشائر لم تسمع وبارقه الانذار لم تشم من بعد ما اخبر الاخبى مكاهنهم بان دينهم الموجه لم يقم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبدي ما عين في الافق من شهبي منقلات وفق ما في الارض من صنمي حتى غدا الفريق وهيم الهزمون من الشياطين يقفوا كثرى منهزمين قالنه هربا ابطال ابرهتي او عسكر بالحصى راحتيه رمي نبذا به بدا تسبيح في بطنهما نبذا المسبح من
ارشادی ملتقمی مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلهم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربی صلی علی من خلى بالحرم طه رسول الذي قد خص بالكرم يا ربی آت المنابي حق سيدنا والحكمي يا رب سيدنا خير الورى سندا حس مقاصدنا بالجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابانا مولده بأنصره يطيب مبتدئ منه ومختتم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك قائل الخلق كلهم جاءت لي دابته أشجار ساجدة تمشي إليه على ساقم بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بدي الخد باللقب مثل الغمامة أنسار سائرة تقيها الروتي سيل الحجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبتان مبرورة القسم وما هب الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه حمي والصدق في الغالب صدق لم يلم وهم يقولون ما في الغريب أليم أن الحمام بضى أن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله آنت المضاعفة من الدروع وعن علم من الأطم ما سامني تغر ليما ما استجرت به إلا وللت جوا فمنه لم يرمي وليت ما استغنى نارين من يده إلا استلمت الندى من غير مستلم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا تلقي الوحي من رقياه إن له قلبا إذا نمت الحينان لم ينم وذاك حين بلوع من نبوته وليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وهي بمقتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصيبا بالنفس راحته وأطلقت قريبا بالربقة الأمام وأهيت سنة شبا أدبته حتى هكت غرة بالعسور دائما أبدا على حبيبك
حبيبك خاي في الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صلي على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى في حق سيدنا محمد صاحب الحياة والحكم يا رب سيدنا خير البر سندا فسر مقاصدنا للجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما الأبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي يا آيات الله ظهرت ظهور نار الخيرة ليلا على عالمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول أمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفات الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا وعن رمي دامت لدينا ففاقت كل معجزتي من النبينا إذ جاءت ولم تدومي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبقينا من شبه بذي شقاق ولا يبعينا من حكم ما حربت قد تعي إلا عدا من حرب أعدى الأعادي إليها ملقي السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يدي جاني عن الحرم لها معاني كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسام قرت بها عين قارئها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلوها خيفة من حار نار لله أطفأت حر لله من وردها الشبيبي كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام وكالصيرات وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راح ينكرها فجاهلا وهو عين الحاذق الفهيم
تنكير العين ضوء الشمس من رمادي وينكر الفم طعم الماء من سقمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا
يا رب سيدينا خيري الورى سندا حس المقاصدنا الجود والكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يما ملعفون ساحته سعيا وفوق متون الأهين كالرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من هرم ليلا إلى هرمي أما سار المدر في داج من الظلم وبيت ترقى إلى أن نلت منزلة تلقى بقوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مغدوم على سبع طيباق به في موكب كنت فيه صاحب الألمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع جأوى لمستبق من ولا مرقى لمستجيم قفلة كل مقام بالإضافة إذ نوديت برفع مثل المفرد العالمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدهم وجل مقدار ما ولت من رتب وعز إدراك ما ولت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم رسل كل أكرم الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على حل بالحرم ظهر رسول الذي قد غسى بالكرم يا رب أت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا أسلم قاصدنا كنبات النجف لا تقبل من الغنم ما زال القوم في كل معترك حتى هكوا بالغنم لهما على وضم بدوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شال والرحمي تمضي الليالي ولا ينسى
ബിസ്മില്ലാഹി മുഹ്തസിബി യസ്തൂബി മുസ്തസിലി ലിൽ കുഫരി മുസ്തലിമി ഹിതാഗദത് മില്ലത്തുൽ ഇസ്ലാമി വഹിയ ബിഹിം ബിംബദി ഉർബതിഹാ മൗസൂലത റഹിമി മക്ഫൂലത നബദൻ മിൻഹും ബി ഖൈരി അബി بدر واسل محدا وصولا حتف لهم مدهامين الوخمين المصدير بيض حمر بعد ما وردت من العيدة كل مسود من الممي والكاتبين بسمر الغطي ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منحجمي شاك سلاح لهم سيما تميزهم والمات يمتز استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك غالي
ആദ്യം മീനൽ നഅമി അത്തൽതു تسميتي محمد وهو فالخلق بيدي مامي إن لم يكن في معاتي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم أشاغ دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منذ ألزمت أفكاري مدائره وجدته لخلا وسلم على خير البشر اللهم صل وسلم وبارك عليه.
يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند هلول الحديث الأمين وليا في رسول الله جاه كبير الكريم تجلى باسمي ملتقم طائرنا من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا حبيبك خاي من خلق كلهم لعل رغم ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب لديك وجه الحساب بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك فلتفضي أبديك في دارين إن له برمى تدعوه الأهوال ينهزم فأذل لي صغبي صلاة منك دائمة على النبي منهل لوام سجم والآل والصحب ثم التابعين له أهل التقى والنقى والحلم والكرم وأقرب القصاح للقيس بالنعم ثم رضا الأبي بكر وعن عمري وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف من عشير الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
മൗലായ സല്ലി വസാലിം ദായിമൻ അബദാ. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعلام القسم وهذه بردة المختار قد ختم والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتى 60 مرمئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واشفي بها مرضنا يا واسع الكرم واشفي بها مرضنا يا واسع الكرم أد بها ديننا يا واسع الكرم وأول بها عمرنا يا واسع الكرم سلم بها إيماننا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد المصطفى. اللهم صل وسلم محمد الرسول الله محمد ذكره روح لأنفسنا محمد المصطفى محمد الرسول الله محمد شكره فرض على الأمم محمد المصطفى زينة الدنيا وبهجتها محمد المصطفى كاشف الغمات والظلم أشرف الخلق مرادي أشرف الخلق مرادي ورب قال أنت رسول ربي فاجزع النخل حن لكم وريقك طيب طيب دواء يا رسول الله وظفرك كله در صفاء إلينا وإلى أهلنا يا رسول الله
പ്രഗത്ഭകാരികളുടെ കീഴിൽ ഖുർആൻ പാരായണം മെച്ചപ്പെടുത്താം. CMM തജ്വീദ് ട്രെയിനിംഗ് എവിടെ നിന്നും എപ്പോഴും. വിജയകരമായി കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് അധ്യാപനത്തിന് അവസരം. ലളിതമായ പാഠ്യപദ്ധതി. ഉസ്താദുമാരുടെ കീഴിൽ പ്രത്യേക ട്രെയിനിംഗ് ലഭിച്ച ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ലൈവ് ക്ലാസുകൾ. കൃത്യമായ വാട്സപ്പ് ഫോളോ അപ്പ്. എല്ലാ മാസവും എക്സാം നടത്തി ഓരോ പഠിതാവിന്റെയും പഠന നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു. ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ബാച്ച് ക്രമീകരണം. എല്ലാ പഠിതാക്കൾക്കും ഒരുപോലെ പഠനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരം. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഡ്മിഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് കരിക്കുലം. CMM നോളജ് വേൾഡ്.